نشجب ونستنكر النساء إلى كتاب الله القرآن الكريم، والسفارة هاي إذا ما شالت منا، يعني إذا ما اعتذروا وسلموا هذا الشخص المسيء للقرآن الكريم، لنا مواقف أخرى وشكرا. المواقف لن نعلن عنها. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستنكر هذا الفعل المجرم الخبيث الذي أطال القرآن الكريم، وأدعو الأمة الإسلامية جمعاء توقف يد واحدة ضد هذا الفعل حتى لا يتكرر مرة ثانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستنكر هذا الفعل الشائن الذي صدر من هذا المدعو المنكوح بحق القرآن الكريم، وإنه لفعل عظيم وإن له من الله في الدنيا وفي الآخرة، لقد باع نفسه للشيطان. إننا نمثل أبناء التيار الصدري، جئنا للمطالبة بإنزال القصاص العادل بحقه وبحق من يتطاول على قدسية القرآن الكريم. القرآن دستورنا ونحن مع السيد القائد في هذه المواقف. احنا طاعة اولا للإسلام، ثانيا للمذهب، وثالثا السيد القائد مقتدى الصدر على الفعلة الشنيئة سواها. لا عراقي، مو عراقي، هو الأصل لا يقولون عراقي، هذا البريء من كلمة العراقيين. العراقيين ما يمثلونه ولا يمثلهم. نعتب على باقي الإسلام، باقي الدول، يعني سوى الإسلام بس للعراق، القرآن بس للعراق، يعني سمع احتراماتي باقي المذاهب، باقي الديانات أدري بهم وما يرفضون هذا العمل. العمل هو هذا ما يرضى أي إنسان عليه أو أي مثلا شخصية، بس احنا نعتب على أخوتنا الباقين. بس احنا بس التيار صدر طلعنا، قال السيد المقتدى صدر الله يحفظه طلعنا، بس التيار يعني هسه بس التيار يعني بالعراق، هاي الوحدة. اثنين، احنا بريئين من هذا الشخص، احنا هذا الشخص لا يمثلنا ولا يمثل العراق. العراق اكبر من هذا الشيء. العراقيين كرماء، العراقيين اهل الدين، العراقيين اهل الكرم، العراقيين واحنا قبائل عشائر من ضمن الشعب العراقي ومن ضمن الاسلام. وانا اكون بخدمتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة إلى العالم أجمع وبالخصوص إلى دولة السويد، ويكون من أجمع على الزواج المثليين وحرق القرآن الكريم، أن السيد القائد مقتدى الصدر وعزنا للخروج ضد من حرق القرآن الكريم، لأن القرآن هو هداية الله والمعجزة الخالدة للرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قال القرآن الكريم في الكتاب الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، القرآن يهدي القلوب، كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا أيها الكافرون. فصوت الكافرون هي آية مخصصة للكافرين، الذين الكافرين أجمعوا بالخصوص كافرين قوم قريش وغيرهم، ومن أجمع على قوم لوط وبالخصوص. شكرا لك.